أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذا التحديث الجوي الذي سنتحدث فيه عن الأحوال الجوية التي تسود المملكة حاليا على الساعة 1:30 ظهرا، حيث تتأثر مدينة جدة حاليا بموجة من الغبار، في حين تتأثر المنطقة الشمالية بحالة من عدم الاستقرار الجوي. نبدأ هذا التحديث بصور أقمار اصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، خلال ساعات ظهيرة اليوم، حيث توضح انتشار الغيوم المتوسطة الارتفاع والعالية الارتفاع في عموم المنطقة الشمالية والوسطى. هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي مرافقة لهذا المنخفض الجوي الذي يتمركز هنا فوق الأراضي المصرية، يترافق مع هذه الجبهة الهوائية الباردة التي تعبر حاليا العاصمة المصرية القاهرة، تتحرك لاحقا باتجاه شمال غرب المملكة خلال ساعات الليل وخلال ساعات فجر يوم غد بحول الله، حيث ستترافق هذه الجبهة الهوائية الباردة بزخات أمطار غزيرة ورعدية في منطقة تبوك وعموم المنطقة الشمالية بما فيها منطقة الجوف وأيضا الحدود الشمالية، في حين تتأثر مدينة جدة برياح جنوبية شرقية نشطت السرعة تعمل على إثارة الأتربة والغبار حاليا، أيضا هي ناتجة عن هذا النظام الجوي، عن هذا المنخفض الجوي الذي يتمركز هنا، يعمل على نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية في عموم المنطقة الجنوبية والغربية من المملكة، تعمل على إثارة الأتربة والغبار في مدينة جدة. بالخرائط التوضيحية هذا الغبار يتوقع أن يكون اتجاهه من الجنوب الشرقي باتجاه الشمال الغربي، يمر عبر مدينة جدة أيضا مدينة مكة والطائف، استعمل على تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات نهار اليوم، تتراجع حدة هذا الغبار تدريجيا خلال ساعات المساء والليل، تتدنى الرؤية الأفقية خلال ساعات نهار اليوم بحول الله إلى مدون 1000 متر في مدينة جدة، لذلك ينبه الإخوة المواطنين وإخوة المقيمين أيضا خاصة ممن يعانون من أمراض تنفسية وأيضا مرضى العيون بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الظروف الجوية. بالانتقال شمالا لحالة عدم الاستقرار الجوي، هذا هو النظام الجوي المتوقع أن يؤثر على شمال المملكة. المنخفض الجوي يتمركز فوق الأراضي المصرية، الجبهة الهوائية الباردة الفعالة تعبر لاحقا خلال الساعات القادمة المنطقة الشمالية، تحديدا منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية عفوا، أيضا أجزاء من المدينة المنورة، تترافق بزخات رعدية غزيرة تتركز خاصة في منطقة تبوك خلال ساعات الليلة القادمة بحول الله، أيضا تتأثر عموم المنطقة الوسطى خاصة حائل القصيم، حفر الباطن امتدادا إلى القصيم، أيضا مدينة جدة ستشهد هطول زخات من الأمطار اعتبارا من ساعات يوم غد بحول الله خاصة خلال ساعات الفجر وأيضا خلال ساعات مساء يوم الغد، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار على مدينة جدة. كتوصية وتحذيرات خلال الحالة الجوية التي تتأثر بها المملكة حاليا، كما ذكرنا ينصح للإخوة الذين يعانون من أمراض تنفسية وأيضا أمراض العيون بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الظروف الجوية بسبب الغبار، أيضا تجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار خاصة في منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية، أيضا هناك تنبيه من شدة الرياح خلال الساعات القادمة حيث ستنشط بشكل كبير تثير الأتربة والغبار في المنطقة الشمالية، أيضا ينبه من الرياح الهابطة المرافقة للعواصف الرعدية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، تابعونا في نشراتنا اللاحقة، إلى اللقاء.